أوري يرجع بمغامرة جديدة في عالم غريب. لعبة المنصات أوري and the Will of the Wisps من فريق تطوير Moon Studios تعتبر واحد من أبرز الألعاب الحصرية من شركة مايكروسوفت. هذه اللعبة تعتبر الجزء الثاني من لعبة أوري and the Blind Forest اللي صدرت في عام 2015. هذا الجزء راح يحمل تحسينات كثيرة وتكملة لقصة الجزء الأول لشخصية أوري ومغامراته. تميز اللعبة بطريقة رسوماتها وتوجهها الفني، وأكيد الموسيقى اللي راح يكون لها أثر كبير على تجربة اللعبة. اللعبة بتستمر بتقديم مراحلها على طريقة الميترويد فينيا، بمعنى أن المناطق راح تكون قابلة للاستكشاف ومفتوحة على بعضها، وبعض الأماكن ما راح تفتح إلا إذا امتلكت قدرة أو أداة معينة. وتم تغيير طريقة الحفظ في هذا الجزء وصار بشكل تلقائي عكس السابق، اللي لازم تجمع نقاط حتى تقدر تحفظ المكان اللي وصلت له. حتى طريقة تطوير الشخصية واكتساب قدرات جديدة تم تغييره. راح يتم اعتماد نظام الشاردز. هذا النظام راح يعتمد على اختيار ثلاث قدرات مختلفة في نفس الوقت، مع إمكانية زيادتها واكتشاف الكثير من القدرات مع الاستمرار في القصة. وراح تقدم أطوار جديدة على السلسلة، منها Spirit Trials، عبارة عن سباق تحدي للوصول لنقطة معينة في أسرع وقت، وطبعا Spirit Shrines واللي بيقدم مواجهة أعداء بأعداد كثيرة وبيزيد التحدي بشكل تدريجي. حسب كلام الناشر، اللعبة راح تصدر في تاريخ 11 مارس على الـ Xbox One والـ PC.